ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام عبد الشافي الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور عصام. أهلا سمستر. لو نبدأ بتعليق أولي ومبدئي على هذه الاستقالة، هل هي استقالة أم إقالة؟ لا، المؤشرات كلها تؤكد أنها إقالة وليست استقالة، بدليل أن هناك عدد كبير من المؤشرات خلال المرحلة الماضية تؤكد على ما شهدته هذه الحكومة، وأنا أتحفظ على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، لأن هذه المصطلحات عليها أن نتحدث عن قائد انقلاب عسكري ونتحدث عن حكومة تسير الأوضاع في مصر بعد الانقلاب العسكري، وبالتالي حتى نضع المسميات في نسبها الدقيق. هذه حكومة الانقلاب ابتداء هناك عشرات التحفظات على عدد كبير من الشخصيات التي كانت تشارك فيها، ابتداء من رئيس الحكومة نفسه التي كان محلا لقضايا فساد في عهد حسني مبارك، وقضايا فساد تنال من شركته عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وقضايا فساد نالته أخيرا حتى لدرجة أن أطلق عليها القشة التي قصمت ظهر البعير في مؤتمره الصحفي الأخير الذي عقر من يومين فقط أو من عدة أيام في تونس، وقضت عليه نتيجة هذا الانسحاب بالشكل المهين ونتيجة التبررات الكثيرة أو المبررات غير المقبولة وغير المقبولة التي ساقها بعد هذا الانسحاب. هل يمكن إدراج هذه الحادثة ضمن أسباب من بين الأسباب؟ ولكن هناك مجموعة من الأسباب. السبب الرئيسي هو قضايا الفساد الحقيقية المتجذرة في هذه الحكومة وعدد كبير من رموزها، سواء رئيس الوزراء، سواء أيضا الوزير الجديد الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء وزير وزارة الأوقاف، سواء وزارة الزراعة، سواء وزير العدل نفسه الذي جاء به بعد ضجة إعلامية كبيرة. ولكن أخطر ما في هذه ولكن كما تعلم الحكومة تحدثت فقط عن أن قضية الفساد الأخيرة في وزارة الزراعة هي لا تطال سوى فقط وزير الزراعة، وقد نفت التقارير تحدثت عن أنها تطال هذه هؤلاء الوزراء. لا، هناك أكثر من مؤشر على هذا، هناك أكثر من تقارير رقابية ومن جهات مسؤولة معنية، هناك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت فساد عدد كبير من الوزراء، هناك عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد أشخاص بذواتهم في هذه الحكومة، هناك عدد كبير أيضا من التقارير الحقوقية التي أصدرتها مؤسسات معنية برصد مؤشرات الفساد في النظام السياسي المصري بعد انقلاب 3 يوليو وحتى الآن أكدت فساد عدد كبير من هذه الرموز. الأهم من ذلك أيضا الحديث، يجب أن نشير إلى عامل مهم وهو فكرة الإقالة، بمعنى إذا كان هناك دائما أبدا خلال خبرتنا مع النظام السياسي المصري منذ مبارك وحتى الآن أنه يكون هناك كبش فداء لهذا النظام، بمعنى أن تكون هناك شماعة يتم تحميلها بكل الأخطاء والكوارث التي ارتكبها هذا النظام بحيث يظل رأس النظام ممثلا في قائد الانقلاب. شكر جهد محلب، يعني لا، هذا منطقي ودبلوماسي، هذا رد فعل طبيعي، لأنه لن ينال من شخصيته ولن ينال من مكانته ولن ينال من صورته الذهنية، لأن هذا الرجل في النهاية هو الذي جاء به وهو الذي تسطر على فساد أكبر من الفساد الذي تم الكشف عنه، وبالتالي الحديث عن الشكر وتوجيه التحية وتوجيه التقدير كلها عبارات إنشائية لا قيمة لها عندما يتم رفع دعاوى وتحريكها أو عندما يتم استخدام مثل هذه الأوراق كأوراق ضغط أو هذه الكروت كأوراق ضغط ضد عدد كبير من الشخصيات حتى يصمتوا تماما وحتى لا يحركوا عدد من أو لا يكونوا محلا لوسائل إعلام تنال من شخصياتهم أو يمكن أن يكونوا في مرحلة من المراحل وسيلة من وسائل ابتزاز النظام السياسي القائم في مصر. جميل. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول المهندس إبراهيم شيحة القيادي بالتحالف الوطني للدعم الشرعي. أهلا بك مهندس إيهاب. كيف ارتأيت هذه الاستقالة وتكليف أيضا المهندس وزير البترول بتصريف أو بتشكيل الحكومة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك وبضيفك الكريم أستاذنا الحبيب. نحن لا توجد لدينا في مصر في عصور العسكر حكومات تستقيل، الحكومات دائما تقال، دائما يعلن أن الرئيس سواء كان مبارك أو من قبله يقبل الاستقالة، ثم يظهر رئيس الوزراء ليتحدث عن استقالته، وهذا ما يحدث دائما في الحكم العسكري الذي مرت به على مدار أكثر من 60 سنة. النقطة الأخرى، هل نحن لدينا وزارات مع حكم العسكر؟ للأسف الشديد نحن نتحدث عن موظفين كبار، نتحدث عن سكرتارية لأطراف عسكرية، هي من تتحرك أو تحرك المشهد من خلف الستار. ولا ننسى وزير التعليم الذي تحدث العام الماضي ولم يكن يعلم هل سيتم تأجيل الدراسة أم لا، وزير آخر يتحدث عن ما سيقومون به ثم ما يتم تنفيذه شيء آخر، رئيس وزارة المفروض أنه له منصب سياسي ولكن في النهاية هو يمر على المستشفيات وعلى مقالب الزبالة وعلى الشوارع والخدمات وكأنه موظف كبير في الدولة أو سكرتارية، هي دي المنظومة التي تتحرك في مصر. ولكن خلينا نتكلم في نقطة مهمة وهي لماذا
يقوم الحكم العسكري او النظام العسكري باقاله او اقاله وزاره او تغيير وزاره. هناك سببين. السبب الاول ان امتصاص الغضب الشعبي وتحميل من يخرج حالة الفشل التي يتمتع بها، والأمر الآخر هو زيادة عسكرة الدولة لتصبح في النهاية دولة عسكرية. وهناك أيضا ضابطين لاختيار الوزارات الجديدة، بتعتمد في البداية على الولاء الأول والأخير للعسكر وتقديم المجاملات لهم، والأمر الآخر اختيار من كانت عينه مكسورة بقضايا فساد أو ما شابه ليستطيع أن يسيطر عليه في كل وقت. هذه هي المنظومة التي نتحرك فيها بخلال 60 سنة. ولكن المهندس إيهاب، يعني في حالة المهندس شريف إسماعيل تم الثناء عليه من قبل بعض وكالات الأنباء، بعض الصحف، بأنه هو رجل الذي خفف من حدة أزمة الطاقة، وهو الذي تم اكتشاف في وزارته لما قيل أنه أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. وبالتالي الحديث هنا يصب عن رجل لم تتلوث يده أو يداه بما ذكرته من فساد، وبالتالي لن يتم السيطرة عليه. وهو الذي كان أحد مفتعلي تعطيل أو إعاقة الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي، لا تنسى هذا، مشاركة مع وزير الكهرباء في ذلك الوقت حتى لا ننسى. فهو في الآخر تابع لدولة العسكر. لا أتحدث عن منظومة فساد بسيطة، وإنما أتحدث عن منظومة فساد مركبة تعاني منها هذا البلد. أما أن تثني عليه بعض وكالات الأنباء، أو أن أتحدث عن أن هناك اكتشاف حدث في عهده، فنحن لم نرى من هذا شيء. وأظن الشركة شركة إيمي طلعت أعلنت أنه لن نشعر بأي يعني تقدم من خلال هذا أو مزايا للبلد من خلال هذا الاكتشاف إلا بعد 4 سنوات، ولننتظر ال4 سنوات. طيب. فأظن ليس هذا مجال للثناء على الرجل الآن. ابقى معنا مهندس إيهاب. دكتور عصام عبد الشافي، يعني ما هي الأسباب التي تجعل السيسي يختار تحديدا المهندس شريف إسماعيل برأيك؟ لا، خلينا يعني هي جزئية أشار لها المهندس إيهاب شيحة، وهي قضية الولاء. والولاء هنا يتم ضمانه ليس بالانتماء وليس بالحرص على قناعات شخصية وليس بالإيمان بقضايا أخلاقية، ولكن الولاء يتم السيطرة عليه في ظل الحكومات العسكرية من خلال التوريط في قضايا فساد. فنحن نتحدث عن بحيرات فساد يحرص المؤسسة العسكرية على إسقاط الجميع فيها حتى لا يستطيع أحد رفع رأسه. الحديث عن وزير النفط وزير البترول الجديد الذي تم تكليفه برئاسة الوزراء، هو يكفي أنه كان متورطا في جريمة الغاز الكبرى في عهد سامح فهمي وزير آخر وزير بترول في عهد حسني مبارك. وأيضا هذا الرجل كان شهيرا إثبات في قضايا فساد، في هو الذي أخرج سامح فهمي وغيره من في قضية الغاز الكبرى مع الكيان الصهيوني. الحديث عن دوره في تخفيف أزمة الطاقة، أعتقد أن هذا ليس إنجازا يحسب له، ولكن يحسب للدول الإقليمية أو القوى الإقليمية الداعمة لحكومة العسكر في مصر في هذه المرحلة، والتي تضخ إليها بشكل شبه ثابت دوريا، إن لم يكن كل شهر فهو كل 3 أشهر، كميات ضخمة من الطاقة أو من الغاز أو من النفط حتى تخفف من وطأة هذه المحنة أو هذه الأزمة في مصر. الحديث عن تخفيف أزمة الطاقة، ما لا يعلمه الكثيرون أن تخفيف أزمة الطاقة في مصر كان يتم عبر عدة سياسات أكثرها أو أغلبها فاشلة، من خلال إغلاق عدد كبير من المصانع التي لا تتسلط عليها الأضواء في مقابل رفع معدلات الكهرباء في مناطق أخرى، إغلاق عدد كبير من الشركات المنتجة للأسمنت والتي تستهلك أكبر كميات للطاقة في مصر، وتعطيل خطوط إنتاج بالكامل حتى يتم توفير الكهرباء، ويتم التحديث الحديث في وسائل الإعلام عن ثبات معدلات الطاقة الكهربية. أيضا الحديث في مرحلة من المراحل على التخفيف من الضغوط من الأعباء الكبيرة فيما يتعلق بالطاقة، بمعنى أن يتم عندما يتم قطع الكهرباء لمدة 10 ساعات يوميا ثم يتم تخفيفها الى 4 ساعات او 6 ساعات يوميا انقطاع، فيتم التعامل مع هذا الامر على انه نوع من انواع الانجاز. اعتقد طب. ان هذا فشل كبير في التعامل في مع المقابل الازمات. في المقابل لماذا تم قبول استقاله ابراهيم محلب في هذه الاوقات ونحن على اعتاب انتخابات برلمانيه؟ يعني 5 اشهر تفصلنا عن حكومه سيتم تشكيلها من قبل البرلمان. عدة اعتبارات يا استاذ توفيق. الاعتبار الاولاني كما ذكر المهندس ابشيحه، اننا لا نتعامل مع حكومات،
تتمتع بصلاحيات دستورية وصلاحيات قانونية وصلاحيات سياسية وصلاحيات إدارية، حتى يمكن الحديث على أن هذه الحكومة يمكن أن تكون تعبيرا عن نظام سياسي أو عن حزب سياسي أو طيار سياسي. هذا أولا. ثانيا، الحديث عن أننا مقبل أنهم لن أقول أننا أنهم مقبلون على عملية انتخابية لانتخاب برلمان جديد، أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مبررا في محاولة لتحسين الصورة قبل هذه الانتخابات بعد قضايا الفساد الكبيرة التي طالت معظم هذه الشخصيات في الوزارة وما أثارته من قضايا من مشاكل خلال الفترة الماضية، سواء وزير التعليم العالي، سواء وزير العدل، سواء أيضا وزير الزراعة، سواء رئيس الوزراء نفسه، وبالتالي بل إن بعض وزير التعليم، وزير الصحة، وزير الأوقاف كان أيضا محلا لعدد كبير من إن لا نقول الأزمات ولكن الكوارث الأخلاقية والفكرية فيما يتعلق بالفساد. وبالتالي فكرة أن يتم تنظيف الصورة أو محاولة تحسين الصورة قبل هذه العملية الانتخابية في ظل الحديث عن وجود كتلة موحدة من عدة ائتلافات تشكل ظاهرا سياسيا للنظام القائم حاليا في مصر، اعتقد ايضا من ضمن هذه الاهداف. اعود اليك مره اخرى مهندس ايهاب شيحه، هل ترى رابطا بين توقيت هذه الاستقاله والقضيه قضيه الفساد الكبرى التي اعلن عنها منذ ايام؟ هل لهذا التوقيت مغزى برايك؟ أتصور أن قضية الفساد الكبرى بالضبط زي قضية الإرهاب، السيسي تحدث عن إرهاب محتمل ودعا الناس لتفويضه لمحاربة هذا الإرهاب المحتمل، حتى أصبح هذا الإرهاب الآن هو واقع يعاني منه الشعب المصري في سيناء وغيرها من مدن المصرية. الآن أيضا هو الرجل اخترع فساد، أظن الصورة كانت واضحة أن وزير الزراعة، أنا لا أبرئه ولا أتهمه لأني لا أعرف حدود الموضوع، لكن الرجل أعلن عن قضية فساد كبيرة سيعلن عنها، وخلال ساعات قبل ما يروح بيته تم القبض على الرجل، لأنه لا يوجد وزير في مصر في هذه الحكومات يستطيع أن تكون له الكلمة وأن يعلن عن قضية فساد دون أن يأخذ الإذن من البهوات، ولكن هي جاءت الفرصة أيضا لفساد محتمل فيصبح الفساد حقيقي ويصبح السيسي هو محارب الفساد. لا يوجد لديه رؤية، لا يوجد لديه ملفات اقتصادية، لا يوجد لديه تحسين لمستوى معيشة الفرد، اللهم إلا هو يحارب الإرهاب، هو يحارب الفساد، هو يحارب كذا وكذا، هذا ما لديه في هذه المرحلة ولا يوجد أكثر من ذلك. وإلا فنحن أمام برلمان كما تفضلت حضرتك وكما تفضل الدكتور عصام، أمام برلمان مفروض انتخاباته ستكون خلال شهر، فما الداعي لتغيير الحكومة النهاردة؟ ولكن هي القصة كلها تصب في تحسين صورة السيسي والشلة المحيطة به، ليس من المجلس العسكري ولكن جزء من المجلس العسكري الذي يتحكم في شؤون البلاد. ابقى معنا مهندس إيهاب، نتابع مشاهدينا الكرام وإياكم هذه العينة من آراء عدد من المصريين بشأن أسباب استقالة حكومة محلب، وكذلك رأي البعض في أدائها من تاريخ تشكيلها والذي امتد ل 18 شهرا. ما لناش رأي، هم يغيروا اللي هم عاوزينه، يبدلوا اللي هم عاوزينه، احنا ما لناش كلمة. هي اللي حصل بسبب التسع وزراء اللي تسبب فسادهم وتعرف وغطوا على اساميهم واحنا ولا نعرف حاجه، هو ده السبب. اما نشوف حاجه حلوه نقول اه ولا، انما احنا شايفين الوحش لحد الان من كل حاجه، فما نقدرش نقول اه ولا. هو رجل من احسن رؤساء الوزراء اللي مسكوا واشتغلوا، بصراحه راجل بيشتغل واخد بالك. بصراحه اي واحد، انا اللي عايزاه استقيل صحيح وزير التربيه والتعليم عشان مبهدل الدنيا. مشكور، أدى دوره في الفترة اللي تولى فيها بقدر استطاعته، كل واحد إمكانياته، فما أي وزير أو رئيس وزراء يقصر ما بيبقى شعبه هو لوحده. لا ما فيش، لا ما لهاش دعوة بالثورة الجديدة، ده هي مجرد تغيير حكومة، يغيروا حكومة ويجيبوا حكومة أحسن، وطالما الرئيس السيسي قال كده يبقى هو أدرى بالصالح بتاع البلد. وينضم إلينا كذلك عبر الهاتف من القاهرة السيد مجدي حمدان القيادي السابق بجبهة الإنقاذ. أهلا بك سيد مجدي، هل هي إقالة أم استقالة برأيك سيد مجدي؟ نعم، هل هي إقالة أم استقالة لإبراهيم محلب برأيك؟ لا بالطبع هي إقالة، لأن فضائح حكومة إبراهيم محلب يعني فقط الحد على الذكرية عايز نوصل في الرب، ويمكن ده كان واضح جدا من يمكن انا الوحيد من اول يوم تعيين ابراهيم محلب وانا اعلن ان هذا الرجل هو انقلاب على ثوره 25 يناير، وان وجوده كرئيس وزراء هو محاوله لنحو ثوره 25 يناير بكل رموزها.
طيب. احنا شفنا ابراهيم محرب كان رجل يعني يخضع دائما للشو الاعلامي ولم يكن لديه مردود ايجابي في الشارع ولم يستطيع حل اي من الملفات. طب لماذا برايك سيد مجدي طالما انك تسرد مثل هذه الاسباب لماذا بقي لاكثر من 18 شهرا وشكل حكومتين قبل وبعد تولي السيسي رئاسه مصر؟ كان من المفترض ان يتم تغيير ابراهيم محرب بمجرد ان يكون هناك برلمان، لكن عندما تم الطعن على دستوريه القوانين المشكله للبرلمان اعتقد انه تم الابقاء عليه لربما يتم انعقاد البرلمان في نهايه العام. ولكن الشوكه القاصمه او ما قصر النظر البعيد هو قضيه الفساد الكبرى التي تم القبض على وزير الزراعه بسببها. هناك بعض الوزراء من المعتقد او من الواضح انه سوف يتم القبض عليهم في خلال بضعه ايام نتيجه لهذه القضيه. طيب الا ترى ان توقيت هذه الاستقاله او الاقاله يشي بان هناك تورط من قبل الحكومه باكملها في قضايا فساد لا سيما القضيه الاخيره؟ بالطبع توقيت مهم جدا وخاصه ونحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب. ان يتم اقاله الحكومه بهذا الشكل ومصر مقبله على مرحله هامه جدا وهي انتخابات، يعني اعتقد ان زي ما قلت في بدايه كلامي ان الفضائح او الفساد حاد الفرق يعني وصل الى مستوى لا يمكن السكوت عليه وبالتالي كان لابد من اقاله هذه الحكومه. طيب يعني كما كنا نتحدث يبقى ربما شهران او ثلاثه او اربعه لانتخاب برلمان وبالتالي حكومه جديده منتخبه، لماذا التعجل بهذه السرعه؟ ما هي الاسباب المباشره التي دعت لاقاله او استقاله هذه الحكومه برايك؟ التقارير التي قدمت من هيئه الرقابه الاداريه، واذا كنت حضرتك متابع هيئه الرقابه الاداريه اصدرت 14,000 تقرير في خلال عام واحد تشير الى فساد في كل الهيئات والوزارات والمؤسسات. وبالتالي يعني السكوت او التغاضي عن تلك التقارير كانت تضع الدوله المصريه في المحك، لان مؤسسات الدوله هي الوحيده التي تبقي على مصر بتغير الانظمه، فكان لابد ان يتم الاقاله في الوقت الراهن والتحقيق فورا وفضح ما تم قبل ذلك والتحفظ على الفاسدين. ده جزء جديد ومنهج جديد يمكن مصر بتعيشه لاول مره، ان يتم القبض على الوزير بعد خروج من رئاسه الوزراء. ده او يتم القبض، تخيل ان استغربت عندما سمعت ان احد رؤساء رايح تم القبض عليه في مكتبه لحزته اسلحه بدون ترخيص. اشياء كثيره. طيب يعني هل يعني ذلك ان يعني الشعب المصري ربما يعني اكمل النقطه بعدين تفضل، ربما الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد ان يغير شكل منظومه الدوله لدى المواطن المصري الذي اصيب باحباط على مدار العام الماضي من حكم عبد الفتاح السيسي. طيب هل يعني ذلك ان الشعب المصري ربما يشاهد في الايام القادمه وزراء مسؤولون او مسؤولين اخرين في السجن بجانب وزير الزراعه؟ هل هذا وارد؟ انا اعتقد ان بالطبع لن يقل عن 6 وزراء اخرين سوف يتم التحقيق معهم ووضعهم في السجون. طيب ابقى معنا سيد مجدي، اعود اليك مره اخرى دكتور عصام عبد الشافي. هناك في الواقع ياسر رزق مدير تحرير الاخبار تحدث عن انه يجب على 6 وزراء ان يدخلوا السجن وان يقدموا للمحاكمه الان، وكما استمعنا للسيد مجدي حمدان يتحدث بنفس النبره، وبالتالي هل فعلا بات وشيكا ان يرى الشعب المصري وزراء او مسؤولين اخرين في السجن؟ لا أتوقع ذلك، لا أتوقع ذلك على الإطلاق، وإن تم سيتم الاعتبارات السياسية لأكثر والأقل، لأنه إذا كنا نتحدث أو الأستاذ مجدي أو ضيفك من القاهرة يتحدث عن منهج جديد تعيشه مصر لأول مرة ومحاولة مواجهة الفساد ومواجهة قضايا فساد كبرى، أعتقد أنه ليس من المنطقي عندما نتحدث عن قضايا فساد أن تتخلص من مفسد لتأتي من هو أكثر فسادا منه. ليس منطقيا أن تتخلص من فاسد وتأتي بما وصفته أو بما وصفه مدير مكتبك في تسريباته بالصايع الضايع، لتصبح صك الاعتراف في حكومة مصر أن يحكمها صايع ضايع في ظل انقلاب عسكري. هناك أهداف معنوية يريدون توصيلها قائد الانقلاب العسكري وهي تشويه كل الشخصيات أيا كان موقعها وأيا كان منصبها لتبقى دائما تحت إمرته تنفذ أوامرك، أو كما قال المهندس إيهاب شيحة مجرد سكرتارية لمكتب
الحاكم العسكري. وبالتالي الحديث عن قضايا فساد كبرى تواجهها يواجهها قائد الانقلاب غير رقيق وغير صحيح على الإطلاق، لأن قائد الانقلاب العسكري هو الفاسد الأكبر في مصر منذ 3 يوليو وحتى الآن، وإلا أين مصير ما يقرب من 39 مليار دولار حصل عليها كمساعدات خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يناير 2014؟ ما مصير عشرات المليارات من الجنيهات التي تم الحصول عليها عبر استكتاب للمواطنين واستنزاف ثرواتهم فيما سمي بمشروع قناة السويس الجديد؟ وإلا أين أيضا عشرات المليارات التي ترفقت عبر سلع عينية حصلت عليها المؤسسة العسكرية؟ أين الأجهزة الرقابية من المشروعات العملاقة التي تم الحديث عنها وتم تكليفها بالأمر المباشر للمؤسسة العسكرية؟ الفاسد الأكبر في مصر هو قائد الانقلاب العسكري، وكل من يتحرك في دائرته ما هم إلا فاسدون صغار فقط. طيب مهندس إيهاب شيحة، مرة أخرى، يعني يبدو أن مصر الآن تتجه في إطار عملية تنظيف كبرى محاربة للفساد وما إلى ذلك كما قال ضيفنا السيد مجدي حمدان، ما رأيك؟ سيدي العزيز، مصر تعود مرة أخرى لدولة الرجل الواحد، هو ده السيسي يحارب الإرهاب، السيسي يحارب الفساد، السيسي يطهر الدولة، السيسي قال، وهذا هو هذه هي المنظومة التي نعيش فيها للأسف الشديد. سنعود مرة أخرى لحكم الفرد، لحكم الاستبداد الشمولي الذي يؤله الفرد، لا 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 يعظمه فقط، يؤله الفرد. هذا ما قامت ثورة 25 يناير ضده، وهذا ما يرسخ له للأسف الشديد عبد الفتاح السيسي، وكل من يطبل عبد الفتاح السيسي الآن يرسخ لهذا المعنى. هذه هي المنظومة الآن التي نعيش فيها. عبد الفتاح السيسي اللي بيطلع ليه الأحزاب السياسية وبأسلوب العبوا مع بعض في الشارع، اعملوا قائمة واحدة، وكأنه لا يوجد شعب لهذه الدولة، لتكون هناك قائمة واحدة تعبر عن كل المصريين. عبد الفتاح السيسي اللي بيقيل وزارة قبل انتخابات برلمانية بأقل من شهر ليتحدث الجميع أنه محارب الفساد، لنعود مرة أخرى هذا الرجل البطل، الرئيس المؤمن، الرئيس الهمام، الرئيس الرياضي، الرئيس محارب الفساد، الرئيس محارب كذا. هذه هي دولة عبد الفتاح السيسي للأسف الشديد التي تحياها مصر الآن بكل أسف. نرحب بالمتصلين معنا من الجمهور، انضم إلينا الآن محمود من جنوب أفريقيا، أهلا بك محمود. أهلا وحضر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعليقا على محاربة الفساد، ازاي محاربة الفساد بحاله هو اكبر راس في الدولة، توحى السيسي ذات نفسه هو الفاسد الكبير، فاسد اخلاقي، فاسد سياسي، فاسد اقتصادي، فاسد ديني، على جميع المستويات فاسد في كل شيء. يجب علينا ان احنا ما نحاسبش الوزراء الصغيرين، يجب ان احنا نحاسب توحى السيسي اللي هو المقصود بعد فتح السيسي اسمه توحى، لأن بيعملوا يعني حتى يعني نتحفظ على بعض التوصيفات، لأننا على شاشة الجزيرة. هو مش يعني من الآخر الفرح الكبير عن فتح السيسي كان فرح صغير، هم اللي قالوا الكلام ده، دول شيء للبلطجيين، ناس يشربوا في البلد، يعني مع الشعب المصري إنه يخرج يقبض على توحى السيسي. طيب شكرا لك يا محمود، وصلت فكرتك، ورجاء من المتصلين يعني اختيار ألفاظ لائقة وتتسق مع معايير قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة والجزيرة مباشر. أشكرك على أي حال. أعود إليك مرة أخرى سيد مجدي حمدان، يعني ما هي أسباب اختيار وزير البترول شريف إسماعيل في هذا التوقيت، برغم من أنه أحد الوزراء في الحكومة المستقيلة أو المقالة؟ يعني إليك ثلاثة نقاط يتم تداولها الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وكالات الأنباء. الرجل وصف من قبل مدير مكتب السيسي عباس كامل بالصايع الضايع، هذه نقطة. الرجل تم الإشادة به من قبل أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى حاليا وهو محمد فودة. ثالثا، الرجل هو الذي برأ سامح فهمي وخمسة آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فقضية فساد أيضا. وبالتالي هذه النقاط الثلاثة ألا تضع علامات استفهام كبيرة على اختيار هذه الشخصية؟ بالطبع أنا أتفق معك تماما في هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد أن الأسباب الأساسية لاختيار شريف إسماعيل كرئيس وزراء، أولا هو أنه حاول في خلال أثناء تواجده من حكومة حزم البداوي إلى الآن
أن يحد من أزمة البنزين وانقطاع الكهرباء، وده ملحوظ في الشارع المصري أن انقطاع الكهرباء أصبح الآن يعني غير موجود بالمرة إلا في بعض المناطق القليلة. الجزئية الثانية الأهم أن شريف إسماعيل لم يكن من الوزراء كثيري التصريحات، يعني أنا شفنا بعض الوزراء في الفترة الأخيرة وهو يدلي بتصريحات خارجة تماما عن نطاق وزارته. البعض يتحدث عن مدينة صناعية وهو لا 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 يتواجد في منظومة العمل الإداري التي قامت بهذه المدينة. البعض يتحدث عن انتخابات برلمان وهو أيضا بعيد تمام كل البعد عن البرلمان كوزير الصناعة أو كوزير الشباب والرياضة. الرجل لم يكن لديه تصريحات خارج منظومة وزارته بعكس الوزراء الآخرين، وده أحد الأسباب الرئيسية التي من وجهة نظري أعتقد أنه تم اختياره. وهذا أمر طبيعي لا يحسب له سيد مجدي، يعني طبيعي جدا أنه يعني في منصب فني أكثر منه منصب سياسي. بعض الوزراء متواجدين في منصب فني مثل وزير الصناعة وكان يتحدث عن الانتخابات البرلمانية، هذه يعني مشكلته يعني وليست هناك يعني ميزة للآخر. الشيزوفرينيا كانت موجودة في حكومة إبراهيم محلب. طيب ابقى معنا سيد مجدي، انضم إلينا كذلك أحد المتصلين من الجمهور إبراهيم من الدوحة. أهلا بك إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الذي يرجو من حكومة غير شعبية خير فهذا غلطان، وما حصل من تغيير حكومة هذا يذكرنا بالذي لديه ثوب متسخ قام ولبس ثوبه بالمقلوب. وشكرا. شكرا لك إبراهيم. الآن حان وقت مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلنا عمر فياض. أهلا بك عمر. أهلا توفيق وأهلا بكل المتابعين. الكثير من التعليقات والإجابات التي رصدناها على سؤالنا على الصفحة وعن هذه الحركة من التغييرات الحكومية، ما مدى جدواها بالفعل في الشارع المصري ولماذا قاموا بهذه التغييرات في هذه أو في هذه الأوقات وهذا الآن. أبدأ باستعراض الإجابات مع خالد حمدي يقول: من فشل إلى فشل ومن خيبة إلى أخرى وتمضي الحياة كما تمضي في مصر، من وجهة نظر خالد. أما مايا فتقول: إذا كان رب البيت على الدفي ضارب فلا تلومن الصغار على الرقص، من وجهة نظرها العيب في رأس السلطة. أما محمد سمير فيقول: الاستقالة جاءت في الأسبوع ده لأنه مليان مظاهرات بيحاول يحد منها بشغل الرأي العام ويجيب رئيس وزراء قالوا له أنه صايع عشان يبقى صورة ويتصرف العسكر كيف ما شاء، خصوصا وهناك برلمان قادم، أي أنها زوبعة لشغل الرأي العام عن متطلباته. أما ملك فيقول في هذه الإجابة: لابد من حبسهم كلهم وإعادة أو كلهم وإعادة المسروقات من الأراضي والأموال والعطاء الذهبي المسروق، مش يروحوا به بدون محاسبة، أي يجب المحاسبة للجميع، من وجهة نظر ملك. نذهب إلى التالي لحامد البشبيش يقول: راح واجه غيره، دي مش بلدنا، إحنا ساكنين بالإيجار فقط، أي أن الشعب لا كلمة له في هذا الموضوع، فقط هي كلها قرارات تأتي من رأس السلطة دون الرجوع إليه. أما شمس فيقول: السيسي غير الوزارة لأنه عاوز معدلات إنتاج أعلى من أو مما ينفذ حاليا، ولقد اجتمعت أراء الكثيرون بأن السيسي يتحرك بسرعة كبيرة والوزراء لا يزالون نائمون، ومحلب أخلص في عمله وبذل الجهد، ولكن الكثيرون من الوزراء نائمون وبالتالي فهو مسؤول عنهم والتغيير إلى الأحسن. يرى أن هذه تحركات إيجابية من قبل رأس السلطة في مصر من تغيير هذه الوزارات للإسراع، يرى أنه الوزارة الماضية كانت بطيئة. أما آدم فيقول في هذا التعليق: الانقلاب يتخبط معلنا أيامه الأخيرة قبل تعليقه في أو على المشانق في الميادين، من وجهة نظر آدم هذه نهاية ربما لهذه السلطة كلها. أنتقل الآن إلى تويتر وبعض ما رصدناه من على صفحات بعض الشخصيات. أحمد الشواف يقول: التلفزيون المصري بقاله سنة ونص بيتكلم عن إنجازات الحكومة ودلوقتي بيقول إنها فشلة ولسه مؤيدي العسكر بتصدق استقالة حكومة محلب. هو من الهاشتاجات أيضا منتشرة الآن على تويتر ليتداول عليها الآراء حول هذه الاستقالة. أما رانيا فتقول: شكرا محلب، مصر وشعبا أو مصر وشعبها مش هينسوا وقفتك. ترى أن محلب خلال فترة تواجده على رأس الحكومات كان في مكان جيد أو كان هو أنسب. أيمن نور من على صفحته كتب وقال: إقالة الحكومة المحلية يعقبه حملة إعلامية لتحميله أخطاء المرحلة، وكانه كان يحكم مصر محلب محلب موظف محدود أو محدود المواهب
سيتحول فجأة لشماعة كبيرة لتعليق كل القضايا التي سقطت فيها مصر في الفترة الأخيرة. أسامة رشدي يقول من على صفحته، يقول إقالة محلب وتزوير شريف إسماعيل شالوا ألدو حطوا شاهين هو من الأمثال المعروفة في مصر. السيسي يتخبط من فشل إلى فشل، ويفترض أن تتغير هذه الحكومة بعد 3 أشهر من الفساد في رأس السلطة. ننتقل إلى التالي من التعليقات لهذا المشارك. مازن يقول اصرف لي يا ابني بتاع 20,000 جنيه كده بدل إقالة للحكومة القضاء، وزود معاشات الجيش والشرطة 50%، وعامة الشعب حط لهم 4 جنيه على المرتب إلا 3.5. ننتقل الآن إلى آخر ما لدينا من التعليقات لخيري رمضان، هذه أيضا من على صفحتي من الإعلام خيري رمضان، يقول نشيد بأداء السيد إبراهيم محلب ونتمنى الأفضل لبلدنا مصر، والكل التوفيق لشريف إسماعيل المكلف مؤخرا بتشكيل الحكومة. أما حازم فيقول عن دليب الغاز شريف إسماعيل ساخرا أيضا منه. أنتقل بهذه التعليقات بتنوعها إلى الزميل توفيق ليناقشها مع ضيوفه. من التعليقات الافتراضية إلى الحقيقية عبر الجمهور، شكرا لك عمر. ينضم إلينا محمود من السعودية، أهلا بك محمود. إحنا شفنا أيام الدكتور مرسي كان فيه وزير اسمه باسم عودة. باسم عودة ده يا أستاذي العزيز، شوف لما عرضوا عليه ان هم يشتغل معاهم مرضيش يشتغل معاهم، لان دول عارفينهم، الناس دي عارفه ان الناس دي ما تنفعش الشغل معاها، لان دول شويه حراميه، لما اخذ في الكلمه يعني عشان ما حدش يزعل مني، دول شويه حراميه، دول مش هينفع معاهم الا واحد يظبطهم، ما ينفعش دول ما ينفعوش يديروا بلد، اصل ده حرامي وده حرامي، مش هينفع يديروا بلد، ومال سايب ده، مال سايب يا استاذ، يعني ما فيش لا ضمير ولا يعني ربنا كرمك بشغلانه يا اخي، خليك شريف فيها، مش من سرقه حرام، ده شعب يعني شاف الويل وسجنوا الناس، ومحلب ده لازم يتحاسب على دم الناس دي اللي هو سفكوا عشان يعمر بلد، هدم بلد. محمود من السعودية شكرا لك. من السعودية أيضا معنا عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي يا فندم المنبع من فوق فاسد، هيجيب إيه؟ دلوقتي يا فندم هو في واحد بيقول أنا عايز 100 مليار على جنب كده، في واحد يقول في أنا عايز 100 مليار على جنب. طيب الفساد يا فندم، الرجل ده مش مسؤول عن الغزة اللي راح لإسرائيل ده كله يا فندم. طب هو في واحد يبقى رئيس وزراء صايع ضايع زي هما بيقولوا عليه كده يجيبوه؟ فده يا فندم ده قمه الفساد، ان احنا كنا عايزين نتكلم عن الفساد، ما نتكلمش على رئيس الوزراء، ده احنا نتكلم على المنبع اللي هو قائد الانقلاب العسكري من فوق. الراجل ده المليارات اللي هي جت من الخليج، الرز اللي جه من الخليج راح فين؟ ولا هو عشان ما فيش شعب، الشعب متنيل ب60 نيل على عينه ومش لاقي ياكل، والفلوس والمليارات دي كلها تروح، مليارات الدولارات يا فندم، مصر وصلها من 3 يوليو لغايه يعني 6 شهور ولا حاجه ما يقرب من 50 مليار دولار، يعني 400 طيب مليار. هو الارقام كثيره ومختلف يعني فيها، لكن اشكرك على اي حال عمر من السعوديه. سيد مجدي حمدان، يعني اذا انتقلنا الى زاويه ونريد ان يعني نحللها بشكل سريع، الأذرع الإعلامية التي تحدث عنها سيسي سابقا في تسريبات الله، تحدثت هذه الأذرع الإعلامية على ما يبدو بالأمس بأنها شنت هجوما واضحا على محلب وحكومته، فقال أحدهم محلب أصبح عبئا على الدولة المصرية، وأثبت أنه ليس رجل سياسة ولا يصح أن يكون رئيس وزراء مصر. يعني ما الذي يجري في الإعلام برأيك؟ ودائما الاعلام، وانا رافض دي تماما ورافض منظومه الاعلام، وشايف ان الاعلام للاسف فقد من ظقيته، وان اي شخص اي سياسي يتواجد في تلك القنوات هو يعني مؤيد لمنظومه الفساد او مؤيد لعدم وجود دور حقيقي للحكومه او للمسؤولين في خدمه المواطن المصري، وان الاعلام دائما يعني معظم القنوات المصريه الخاصه يمتلكها رجال الحزب الوطني السعيين دائما وبضراوة لعوده الحزب الوطني مره اخرى. اذا اصبحت معارضا من الدرجه الاولى سيد مجدي انت.
أليس كذلك؟ أنا سيد الفاضل، أنا لدي موقف ورؤية لن أحيد عنهم. أنا مع الشعب المصري ومع متطلباته سواء بنظام السيسي أو بنظام آخر، فالنهاية مصر هي البقية وسوف تسهل كل الأنظمة. طيب مهندس إيهاب شيحة، ما تعليقك على ما يقوم به الإعلام وما يتم تداوله بشكل نمطي في كل الوسائل الإعلامية أو تقريبا معظمها بشن هجوم ما أو حملة ما هنا أو هناك، وكما رأينا بالأمس وكما استمعت لهذه التعليقات الإعلامية بحملة هجومية على محلب وهو يقدم استقالته بعد ساعات من هذه الحملة؟ هو يا سيدي احنا عاوزين نرجع 15 يوم لورا. هذا الإعلام بقاله 15 يوم بيمجد في إبراهيم محلب وفي الجولات الميدانية التي يقوم بها إبراهيم محلب في المستشفيات والمصانع ومقالب الزبالة في الشوارع، ثم فجأة عندما جاءته تعليمات الرقيب كما يتم أو كما يعني مصطلح عليه من أيام عبد الناصر تغيرت اللهجة تماما. هو هذا هو الإعلام المصري الذي نعرفه للأسف الشديد، هو عاد أدراجه إلى ما كان عليه بعد يعني مساحة الحرية التي كان ينعم بها، الآن عاد إلى ما كان عليه يأخذ تعليماته من هذه المنظومة. أنا بس ليا نقطة عاوز أرد عليها، لأن احنا عمالين نتكلم عن أن الرجل هناك وزارة أو قالها ضيفك الأستاذ مجدي أن السيسي عندما وجد أن الوزارة فيها فساد وتسع وزراء أو 10 وزراء فاسدين فتم تغيير الوزارة، من اختار هذه الوزارة من 18 شهر حتى قبل أن يكون رئيسا هو عبد الفتاح السيسي. عندما تختار وزارة رئيسها أحد متهمي قضية القصور الرئاسية ثم يكون في هذه الوزارة 10 وزراء فاسدين أو لصوص، أظن من يحاسب ليس هؤلاء اللصوص وإنما من أتى بعشر لصوص. يعني إذا كانت منظومته كلها من اللصوص أظن هذا هو أول من يجب أن تتم محاسبته. هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الآخر، إذا افترضنا أنه كان أنه يحارب الفساد كما قيل، إذا كان الرجل يحارب الفساد فهل يعقل أن تأتي بوزير من ضمن وزارة فيها 10 وزراء لصوص ليكون هو رئيس الوزارة الجديد؟ هذا الرجل إما أنه فاشل لأنه يجلس في وسط منظومة من اللصوص ثم لم يدرك هذا ولم يفعل هذا، أو أنه شريك للأسف الشديد في هذه المنظومة. هذا كلام بالعقل لا نتحدث فيه عن شريف إسماعيل كشخص وما يعني يحكى عنه وما قام به في المراحل السابقة. النقطة الأخيرة اللي عاوز أقولها لحضرتك برضو نقطة مهمة أوي، حضرتك سألت سؤال مهم جدا، هل ستتم محاسبة وزير في مصر؟ نعم ستتم محاسبة وزراء في مصر، ولكن عندما تعلن قوى التغيير وقوى الثورة 25 يناير في مصر أن الثورة قد نجحت وقد قامت الثورة بتطهير البلاد، وقتها سيحاسب كل الفاسدون، كل الفاسدون سيحاسب مدير المخابرات الحربية الذي أصبح وزيرا للدفاع، عينه الدكتور محمد مرسي وزيرا للدفاع ثم نصب نفسه رئيسا للبلاد بعد ذلك عنوة بعد انقلاب عسكري. سيكون أول من سيحاسبه وأول هؤلاء الوزراء الذين طيب سيحاسبوا. سنأخذ الآن تعليقا من أحد المشاهدين، عبد الرحمن من المغرب. عبد الرحمن مساء الخير أستاذ الكريم، وتحية للضيوف الكرام للحلقة. بالنسبة للموضوع يعني لدي سؤال، لما لا تكون استقالة الحكومة المصرية هي يعني إقالة موضبة يعني أنها كانت بروفا تدربوا عليها وهي مستنسخة، يريد السيسي أن يستنسخ ما يحدث عند الدول الأخرى، إنما في نيته هي أن يوهم أن هناك فعلا عزم لشيئين. أولا يريد أن يوهم بأنه يحارب اختلالات التدبير في الشؤون الاقتصادية والسوسيو اجتماعية لمصر والاختلاسات المالية العمومية، وبالتالي يبدو يعني هذا يجب أن يحسب له، يبدو أن السيسي بدأ يتمرس ليس على السياسة وإنما على التسييس على الديماغوجيا. يخلق الحادث السياسي، وهذا يعني معروف لدى الساسة الكبار أنه يخلق الحادث السياسي. لماذا؟ حتى يحوله باتجاه الشعب وتثبت تركيزه إلى حين بالنسبة للسيسي إلى حين تركيب الحكومة في انتظار حادث سياسي آخر هو مبرمج له. وشكرا لكم. شكرا عبد الرحمن من المغرب. دكتور عصام عبد الشافي، اختصارا وفي ختام هذه الفقرة، يعني تعليقا على ما قاله عبد الرحمن، كبش الفداء الذي يقدم دائما من قبل النظام الحالي هل سيؤدي إلى خشية من يتم ترشيحهم لمثل هذه المناصب مستقبلا وبالتالي سيكون هناك إحجام وخوف وتخوف من المناصب؟
أولا لا أحد يستطيع في مصر الانقلابية الآن أن يتحفظ أو يرفض أو يبدي رأيا بالقبول أو الاستجابة لأي مطلب أو لأي تنصيب أو لأي ذلك. ثانيا نتحدث عن مواجهة فساد كبرى كما ذكرت لك، لا يمكن القبول بالحديث عن قضايا فساد كبرى والفساد الأكبر هو الذي يدير البشر في البلاد. ثالثا في من التعليقات المهمة من الأمور المهمة التي يجب التأكيد عليها في نهاية هذه النفس من وجهة نظر الشخصية أن من أكبر أمراض مصر هي نخبتها أو بعض من يتصدرون المشهد المتحولون مع كل تغيير الذين لا يملكون إلا التضليل والتهليل فقط بمجرد الضغط على زر التشغيل. للأسف الشديد معظم كوارثنا من هؤلاء المتحولين الذين يهللون يطبلون لكل شخص جاء رغم إدراكهم التام أنه فاسد ويساعد على الفساد ويؤدي لمزيد من الفساد. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام عبد الشافي الباحث والمحلل السياسي، كنت ضيفنا في الاستوديو. وكذلك نشكر المهندس إيهاب شيحة القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، والشكر موصول كذلك للسيد مجدي حمدان القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة.